صباح الخير. شو أسباب تأخير تشغيل سيارة ديزل بالجو البارد، خصوصا لما يكون الوضع متجمد زي هيك؟ شايفين؟ بدي أشرح لكم شو أسباب. خلينا نجرب مع بعض تجربة عملية وكيف ممكن نشغل السيارة حتى لو غلبتنا شوي بالتشغيل. مرحبا اصدقائي. ولما نيجي بدنا نفحص السيارة وقت الشراء المحرك نتأكد أول إشي. طبعا أنا سيارتي بعرف إنه فيها هاي المشكلة. نجرب هيك، شايفين؟ طلع الدفاية تبعت الديزل. نيجي نشغل، ما بتطول لتشتغل، لازم مفروض من اول نقرة. كيف بتخلوها؟ بتفتح السويتش لما يروح عندك ضوء التدفئة، بعدين كمان مرة ليروح ضوء التدفئة، كمان مرة نستنى شوي، كمان مرة ثالثة ليروح ضوء التدفئة، كمان مرة، بعدين نشغل. اشتغلت، شايفين؟ شو المشكلة؟ تعال فرجيك ورا. هلا الدفنة، شايفين الدفنة كيف؟ طبعا سبب الدفنة او سبب المشكلة هاي، طبعا سبب الدفنة وسبب تأخير التشغيل يعود لثلاث مشاكل، وبصراحة هاي السيارة اللي هي سيارتي فيها نفس هاي المشاكل. أول إشي اللي هم دفايات سلندرات الديزل، ما بعرف شو اسمهم باللهجات الثانية، رح أحاول أكتب اسمهم هون، بيكونوا تعبانين وبدهم غيار بالدرجة الأولى. الشغلة الثانية ممكن تكون البطارية ضعيفة، ما فيها أمبير كافي أو ما في توصيل كافي. بالعادة هاي المشكلة بتصير انه السيارة حتى ما بتحاول تنقر سلف، يعني ما بيدور المحرك بالدرجة الاولى. الشغلة الثالثة اللي هو الانجكتور نفسه، بخاخ الديزل يكون متوسع كثير وبضخ ديزل كثير للمحرك، وبعمل لنا الحركة اللي شفتوها بتطلع دخنة بنفس الوقت. وانا عندي المشكلتين اللي هي الدفايات فيهم عطل، وواحد من البخاخات بيعطي زيادة عن اللزوم طبعا. والشغلة الرابعة اللي ممكن تعمل لنا دخنة الصبح، بس دخنة نقدر نسميها مرات بسيطة، اللي هو جفاف او توسع بلوف الصبابات. هذا بيخلي الزيت من راس المحرك ينزل على السلندر نفسه ويصير عندنا دخنة اول تشغيل. طبعا هذا بالوقت الدافي، يعني بالوقت الحرارة تكون ممتازة، بيكون بس يعطينا دخنة وبتشتغل السيارة مباشرة، لأنه السلندر حامي ومش مش بعازل لتدفئة زي هسه زي بالوجه بالجو البارد هذا اللي احنا فيه. طبعا درجة الحرارة شوفوا اللي جربنا عليها هي 4، يعني -4، الجو كثير بارد. فإذا بدكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا بالتعليقات، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وانتظرونا بفيديوهات ومعلومات جديدة ممكن بتفيدكم. شكرا لكم اخواني.